لم يكن تاريخنا يوما يفتقر إلى العلم والعلماء، وعصور الظلام التي تحدثت عنها أوروبا كانت عصور النور والمعرفة على الحضارة الإسلامية. ففي الوقت الذي عانت فيه أوروبا من النزاعات، كانت الحضارة العربية الإسلامية تبني المكتبات وتؤلف المؤلفات الطبية والعلمية والهندسية التي اتخذها الغرب لاحقا أساسا لعلومهم. لم نكن مثل الغرب منصفين في حق مفكرينا، بل سعينا إلى تمجيد غيرهم متناسين فضلهم على حياتنا اليوم. فالذي لا ندري به أن علماءنا هم من وضعوا أسس الهندسة والطب، ومنهم من فسر كيف نرى وكيف ممكن أن نطير، ولولاهم لما عرفنا البوصلة. في برنامجنا هذا سنتطرق إلى بعض من علمائنا العظام الذين ظلمناهم بأيدينا، وأظن أن أبسط ما يمكننا فعله هو إعادة إحياء ذكراهم ومعرفة إنجازاتهم وإنصافهم أمام أنفسنا والعالم. ولكن ولأن ما أنجزوه عظيم جدا، دفعت بنا الحمية للبحث عنهم وإظهارهم للناس، وهي أن لنا تاريخ مشرف، تاريخ قامت عليه حضارات العالم قديما وحديثا. فكانت فكرة برنامجنا هذا علماء مسلمون نسعى فيه لإظهار العلماء المسلمين إلى النور، ليراهم الناس بوجههم الحقيقي الذي ظلمه التاريخ والذي سعى البعض لمحو اسمهم. سنتعرض في برنامجنا هذا لأهم الشخصيات المبدعة بالتفصيل، بالإضافة إلى سرد بعض من إنجازاتهم. من خلال برنامجنا ستشعر وكأنك تجلس مع ابن الهيثم، أو تحلق إلى جانب عباس بن فرناس، أو تتابع مع أبو القاسم الزهراوي عملية صنع الأدوية التي تجعلك تعيش التاريخ بأجمل مراحله. فابقوا معنا. أثير الدين الأبهري. هو أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي. كان إماما وشيخا وعالما، كما أنه كان حكيما وفيلسوفا معروفا، وقد حقق العديد من الإسهامات والإنجازات التي كان لها دور كبير وواضح في نمو وازدهار الدولة الإسلامية. سمي بالأبهري نسبة إلى أبهر، التي كانت مدينة فارسية قديمة واقعة بين قزوين وزنجان. اشتهر الأبهري في زمانه حتى بعد وفاته، فإلى جانب أنه كان فيلسوف ومؤرخ، استطاع أن يحقق نجاح كبير في علم الفلك والرياضيات والمنطق، الأمر الذي جعله واحدا من أهم العلماء الذين بزغوا في زمانه حتى بعد وفاته. عاش الأبهري معظم حياته في الموصل، وانتقل إلى أربيل بهدف الحصول على العلم والمعرفة، وحتى يتمكن من إتمام إبحاثه وتجاربه. عرف عنه أنه كان كثير السفر والترحال، أخذ علمه عن العديد من العلماء والأدباء والمؤرخين. يعد الأبهري واحدا من أهم تلامذة العالم الكبير كمال الدين موسى بن يونس بن محمد، والذي قال عنه في بعض رواياته: ليس بين العلماء من يماثل كمال الدين في علمه ومعرفته. كما تولى الأبهري الكثير من المناصب والمهام التي جعلت منه مكانة قيمة في ذلك الزمان. كان الأبهري ذو شخصية محبوبة اجتماعية، كما أنه كان محبا للفضلاء مقربا له. حظي بالعديد من المكافآت والتقديرات التي جعلته يواصل عمله وبحثه باستمرار، إلى جانب أنه حصل على العديد من الهدايا تقديرا له على ما بذله في سبيل إيصال العلم والمعرفة إلى كل ما يحتاجها. حقق الأبهري العديد من النجاحات في مختلف العلوم، كما أنه كان متمكنا من علم المنطق والفلسفة،
إلى جانب اهتمامه بالأزياج الفلكية والحركات الفلكية، حيث استطاع أن يربط بين كل من تلك الاهتمامات في علم الرياضيات. هذا وقد كانت له اهتمامات خاصة في آلات الراصد الفلكية كأسترلاب، الذي كتب عنه رسالة خاصة بيّن فيها كل الأمور التي تتعلق به من ناحية النوع والهدف وطريقة عمله. إلى جانب ذلك، فقد كانت له العديد من المقالات التي تناولت مواضيع وعلوم مختلفة، حيث كانت له مقالة خاصة بعلم الهندسة والتي وضح فيها بالأدلة والبراهين التي تعبر عن صحة حلوى معلومات كمال الدين الخاصة بكيفية إنشاء مربع مكافئ لقطع الدائرة. كما أنه كانت له مقالة علمية موجودة حاليا في إحدى المكتبات المعروفة، والتي تشير على إن الأبهري حاول إثبات نظرية التوازي التي اكتشفها العالم إقليدس. اشتهر الأبهري في زمانه وحتى بعد وفاته بشكل كبير جدا، بحيث كان العديد من العلماء والمؤرخين والأدباء وغيرهم الكثير يأخذون عنه ويتعلمون منه، إلى جانب أنه كان يلجأ لبعض من علماء ومفكرين زمانه في بعض أبحاثه ومعارفه. ومن أشهر الأساتذة الذين كان الأبهري يلجأ إليهم هو الشيخ الإمام قطب الدين إبراهيم المصري، والإمام الفتح كمال الدين موسى بن أبي الفضل. أما أشهر التلامذة الذين تعلموا على يد الأبهري وأخذوا منه العديد من علومهم ومعارفهم، كما أنه كان له دور كبير وواضح في نجاح معظم أبحاثهم وأعمالهم، مثل الشيخ الإمام العالم الأصولي شمس الدين أبو عبد الله الأصفهاني، وزكريا بن محمد القزويني المكنى بأبو عبد الله، إضافة إلى قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس بن محمد الشافعي. وأشهر مؤلفات الأبهري، حيث تمكن الأبهري كغيره من العلماء من تحقيق عددا من الإنجازات والتي أحدثت نقلة نوعية في حياته وبعد وفاته، كما أنه قام بتأليف عددا من الكتب التي لا يزال جزءا منها قائما حتى يومنا هذا، رغم أن الكثير منها قد ضاع. ومن أشهر تلك المؤلفات كتاب هداية الحكمة في الطبيعة والحكمة والمنطق، حيث حقق هذا الكتاب شهرة واسعة، كان واحدا من أهم الكتب التي قام الأبهري في كتابتها، وذكر فيه كل ما يتعلق بحركة الكواكب والنجوم والطبيعة والأفلاك، كما أنه كان يتحدث بشكل خاص عن علم الفلك، الأمر الذي جعله المصدر الرئيسي في دراسة وتحديد تاريخ الفلك.